طيب قبل بس ما اكمل كلامي في هذا الامر، خلينا نروح لمنذر الكباير. منذر الكباير المدير الفني للمنتخب التونسي. كابتن منذر، ازي حضرتك يا فندم؟ وسعداء جدا بوجودك معانا على شاشه قناه النادي الاهلي. مرحبا بيك، وحتى انا سعيد جدا بالتواصل معك. لا، سعداء بحضرتك جدا، وشرف لينا ان انت تكون معانا على الهواء مباشره. وطبعا هنسال حضرتك على مباراه الاهلي والزمالك، مباراه دائما معظم الوطن العربي بينتظر هذه المباراة. إيه رأيك حضرتك الأول في هذه المباراة؟ صحيح، هي مقابلة يتابعها الجماهير المصرية صحيح بمتابعة عن قرب، لكن نعم، كيف الجماهير العربية بصفة عامة يتابعوا مقابلة من نوع هذا، دربي كبير، مقابلة ما بين زوج فرق على مستوى عالي وعالي جدا، تاريخ كبير، تتويجات كبيرة. نعم، وكل مره مو بعضها متقدمه برشا كوره، مقابله فيها حماس، فيها عده اشياء تخلي نتابعوها كما يجي. طيب خلينا نروح على طول لعلي معلول. علي معلول واحد من اهم نجوم النادي الاهلي، يعني يمكن المباراتين ثلاثه اللي فاتوا لم يكن يؤدي بشكل جيد، ولكن دعم جمهور النادي الاهلي في مباراته او من امبارح واول امبارح لعلي معلول اعتقد شيء جيد جدا، وخبره علي معلول داخل الملعب هيبقى ليها دور كبير جدا يا كابتن منذر. اكيد علي معلول يعني لاعب مؤثر مش في الاهلي بس، حتى في المنتخب. مظبوط، عشت معه تقريبا 3 سنوات الاخيره، المقابلات سواء كانت في تصفيه كاس افريقيا، تصفيه كاس العالم، في كاس العرب. نعم، في اي المقابله كانت هامه، نتكلم عن المقابلات الهامه، كان علي معلول حاصل. يعني ديما نقول له عنده ميزه في المقابلات المصيريه، هو ديما يكون حاصل. يعني في المقابلات الهامه لما فقاها سجل هدف، ولا اعطاه زوج كرات حاسمه، نتذكر المقابله الاخيره ضد المنتخب الزامبي اللي كنا مطالبين باش نفوزوا بها. نعم، اعطاه دوز اسيست وسجل هدف. في الكوبارات نفس الشيء كان حاصل، في تصفيه كاس افريقيا نفس حاصل. يعني علي حاسم مع الفريق نتاعه وخاصه مع المنتخب، اللي يميزه قوته الشخصيه. نعم، ديما كل ما ثم تحدي يرفع التحدي كما يلزم، ويجاوب يقول يعني انا موجود بقوه، انا عندي ثقه كبيره فيه في الامكانيات نتاعه، وخاصه في الشخصيه نتاعه اللي باش يعرف يتعامل مع نوع مع الوضعيات، ولو اللي كونه اي لاعب في العالم متعرف باش يكون على اوريجين من اون فوت ولا ان بوت اون كيسي، يعني هدف ينجم يقبل الفريق نتاعه، وهذا عادي وعادي جدا. هذا يسير على المدافعين كما يسير على الحراس. شفته في المقابلات الاخيره المستوى نتاعه دفاعيا صحيح اقل من العاده، لكن انا متاكد اللي باش يرجع بقوه وباش يكون حاسم مع الفريق نتاعه، وباش يرجع نفس الشيء نفس الاداء نتاعه، خاصه المنتخب وكاس العالم على الابواب. اعتقد ان خبره علي معلول ووجوده في الملعب لفترات طويله سواء مع المنتخب او مع نادي كبير زي النادي الاهلي، اعتقد الخبره دي بتمر لكل اللاعبين من خلال وجود علي معلول يا كابتن منذر. اكيد هو لاعب قيادي، يعني قطع نظر عن الامكانيات نتاعه، كان عنده دور كبير في حظه الملابس، يتواصل منيح مع اللاعبيه، يعرف يتكلم، يعرف يقول الكلمه اللي زي ما تتقال، يركز على النقاط مع روحه ومع اصحابه اللي باش يكون عندها وزن في المقابلات الحاسمه. نعم، وهذا راجع من الامكانيات نتاعو، خاطر لاعب مهاري، لاعب موهوب، واكثر من ذلك لاعب يعني يخدم برشا، يضحي، يقوم باللي لازم يتعمل في الميدان. من ضبط دخل وخارج الميدان اكيد باش يكون المستوى نتاعو يرجع للمستوى العادي واكثر من العادي في المرحله هذه. كابتن منذر، طبعا بكره هتتابع المباراه سواء المنتخب التونسي طبعا او كمدير فني للمنتخب التونسي والجهاز الفني بالكامل، اعتقد هيتابعوا المباراه بكره، لانه هنا وهنا في لاعبين اعتقد يكونوا من الممكن ان هم يكونوا مؤهلين للتواجد مع منتخب تونس خلال الفتره اللي جايه واستعداداته طبعا لكاس العالم. اكيد انا كنت موجود مدير فني المقابلات كما هما نتابعهم كما يلزم، نتابعهم كرؤيه اولى ثم رؤيه ثانيه بالاحصائيات بالتدقيق، نشوف الجانب البدني، نشوف الدور كل لاعب، وهذا طبيعي جدا فتره المقابلات هذه تعطيك فكره على امكانيات اللاعب وعلى الجاهزيه نتاعه في الفتره هذه. ولو ديما نقول كونه علي معلول ولا
سيف الدين جزيري من الفريق بتاع المنتخب التونسي. طيب كابتن منذر، طول فترة الدوري المصري هل ده بيؤثر بشكل سلبي على بعض اللاعبين؟ أكيد، خاصة في فترة مثل هذه، يعني تقريبا فترة المفروض اللاعبين يكونوا خذوا الراحة نتاعهم وخرجوا في إجازة باش عاودوا يسترجعوا نفق نتاع موسم طويل وكبير مع الأندية نتاعهم مع المنتخبات. شوفوا اللي كان الدوري المصري مازال متواصل، وأكثر من ذلك ثلاثة أيام مقابلة، ومقابلة فيها نفق، فيها ضغط، فيها العديد من الأشياء اللي لازم تكون جاهز كما يلزم، وذلك في استنزاف بدني واستنزاف ذهني للاعب. وعادي جدا في بعض الفترات باش يصير الدروب صغير ومنهم حتى إصابات. نقول كونه هذه مهنه اللاعب مطالب باش يكون جاهز في الاوقات الكل، خاطر في فترات يلعب فيهم برشا مخابات وفي فترات ما يلعبش مخابات كثير، مطالب باش هو يتاقلم. لكن المفروض يكون الدوري المصري يكون انتهى عنده مده باش اللاعبين يلقاو الوقت باش يسترجعوا القوه نتاعهم، وهذا يرجع بعد بالايجابي على اللاعب وعلى المنتخب وعلى النادي نتاعو، خاطر اذا لاعب ولا اثنين الله لا يقدر تصير إصابة كبيرة يخسروا الفريق نتاعهم مدة طويلة، يخسروا المنتخب في وقت حساس وحزين جدا. كابتن منذر، برضو عايز أسأل حضرتك فيما يخص هل ده سيؤثر بشكل سلبي على المنتخب التونسي أو استعداداته للكأس العالم القادمة؟ من وجهة نظرك يعني طول الدوري؟ الحمد لله ما زلت في فترة تسمح للاعب باش يسترجع القوة نتاعو، خاطر بداية نوفمبر في العالم التحضيرات تبدا قبل شويه، واحنا اليوم في شهر اوت يعني مازال سبتمبر واكتوبر. في وقت باش اللاعبين يجهزوا في وقت يعني. يجهزوا روحهم كما يلزم. طيب النهارده تم اختيار روي فيتوريا البرتغالي مديرا فنيا للمنتخب المصري، يعني طبعا انا عارف ان ما بتحبش تقول رايك في هذا الامر، ولكن لو شايف ازاي اختيار مدير فني برتغالي وشايف روي فيتوريا ازاي مع منتخب مصر خلال الاربع سنوات القادمه؟ يعني انا بالنسبه لي انا عندي سنوات وانا نتكلم اللي كون مقتنع لقناعه بالنسبه لي انا اللي كون المدرب المنتخب لازم يكون مدرب محلي. اوكي. خاطر يعرف انتظارات الشارع ويعرف ايش معناتها قيمه المنتخب وايش معناتها تلعب باش تفرحك الشعب وتلعب على حاجه كبيره، تلعب لاصلك، تلعب للتاريخ نتاعك. انا متاكد اللي كونه المدرب المحلي قادر باش يبعث في اللاعبين الحماس هذا ويلعبوا برتوب برغبه كبيره وبرشا رجوليه وبرشا كرينتا باش يوصلوا للهدف نتاعهم. وقت ما تفكر المنتخب اكثر حاجه نفكر فيها اللي كونه الواحد لازم ينجح باش يخلي اللي كونه ثقه المسؤولين مع المدرب المحلي ديما تقعد متواصله، حتى في انا فرش اليوم ناس في المنتخب مدرب محلي. هذا بالنسبه لي انا تحدي كبير. وقريب تجيك امكانيه باش تتعاقد مع مدرب عالمي، مع مدرب اللي عنده سي في كبير، مدرب درب منتخبات كبيره او فرق كبيره، اكيد هذا باش يعطي اضافه للمنتخب ويعطي اضافه للتطوير خاصه اللاعبين بصفه عامه وعقليتهم. لكن في الاكيد انا مقتنع ان كان اضافه المدرب المحلي اكثر بكثير من المدرب الاجنبي. كابتن منذر، انا بشكرك جدا جدا على تواجدك معنا، شكرا جزيلا كابتن منذر الكباير المدير الفني للمنتخب التونسي.